سلام الله على الأشراف والله زادهم تشريف وسعميهم تردد في صلاة الفرض والسنة وباس الحط رحلة ثالثة غير الشتاء والصيف ولكن الحدود الأولى ما هي على ظنه هلا يا مرحبا ترحيبة تكمل حقوق الضيف بحفل اللي مكمل في شبابه وهيله وبنه أنا ما بيك تحسدني ليا من شفتني في جنيف أظن رحلتك لجنيف حلم إبليس في الجنة أخذت من العرب كلمة وأخذت من الشباب والكيف وإذا الحين معاني وانشد الفنان عن فنه لو انك ناوي الفزعة لربعك ما كسرت السيف وإذا الحين على ما قيل لا فضلا ولا منا ترى ماني بناشد والمعرف ما يبى تعريف أعرف المتصل من رنة الجوال أبو رنة من أول كنت يا حامد على ما قيل فوق جريف وهالحين على صحابك تحدى السيف وتسنه هوامير التجارة ما تدور بنك للتسليف وما شاء الله على باسل طلع ما هو على سنه ليا منك عكست السير خمس ايام في التوقيف هذا قانون ما تنفع كلا حنه ولا ونه هوامير التجارة تفتح البيبان للتوظيف وعن جنتهم أظنك تفضل له بالكنة تعلمني وانا محامي يعرف الصدق والتحريف واعرف نظامي يمكن الهذيلي ما درى عنه انا بنشدك وش سويت ذاك اليوم يا حريف تحسب اني مغفل ما سمعت الصوت ابو خنه انا صاحب قضيه والمحامي لا للاسف ما شيف مزود فن شاوع ما مت تقرعك مشانه مزود فن شاوع ما مت تقرعك مشانه
ترى الأشراف ما يمشون بالتهديد والتخويف. وحمد صاحبي لولا الحميه